بتدور عليه. تعالي طلعوا لي Thank you.
Yo soy el héroe. Yeah.
بنهني باشمهندس اكرم استاذ مايكل باشمهندس جون على الافتتاح العظيم. بص ويا ريت يعني جون يمسك وقت هديه. مبروك. هدية الله يخليك كده عشان بس ليك يا دكتور مايك وتزود في الامر ربي انا داخل على جوازي. طبعا مش طيب بس عمي بس بدري انفو قصد هدية الله يخليك ليه ليك يا دكتور يعني... بس المهم الصيدلية بقى ادوية البرد استخدمها كلها هدية وهنخدم مايكل برضه داخل على جواز برضه هنخدمه. مين كلمة عايز كلمة خلاص بقى بقى روق كويس؟ ايه عبيط. بيتر بيتر وسع جون وسع كلمة كلمة أنا شكل كل الناس اللي هم النهاردة جورج جورج اضحك اضحك عايزين منك كلمة اطلب لي الكلمة تعالى كده مينا تعالى مينا اقول لك الكلمة الف الف مبروك يا جون يا رب ادم السعد وانت جون جورج جورج كلمة يا استاذ هادي كلمة لو سمحت صورة عاوز اتجلد اهو بس انا مش عاوز لك انا عايز اشوفك وانت قدامي يعني يلا بسجل اهو بص يا استاذ مايكل اليوم وكل يوم اليوم وغدا الف مبروك اولا لافتتاح المحل يا استاذ اكرم هو بيسجل يعني ارجع كده في الكاميرا ومحدش يشوفكش الف مبروك الف مبروك يا طنط صور يا ابني صور صور يا ابني الف مبروك يا طنط الف مبروك هو عمال البكاري بكاري الف مبروك يا طنط يا واقف واقف واقف
لا استنى قول تاني. قول تاني؟ ألف مبروك يا حبي. أبو سامر، أبو سامر، كلمة بس. كلمة بس. اتفضل. ربنا يخليك. أما بك. كلمة يا عم. ألف 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 مبروك يا عم. كلامك يا باشا. عقبال كده ما أشوفك. مشكلة عقبال كده ما أشوف المحل بقى. ربنا يخليك لي يا رب. سعد. كلمة أبو سعد. أنا قلت على فكرة. خد كمان الديسك بتاعك يا جون. ثمن الديسك ما تمتحناش بقى عشان الكلام ده ذكر. ثمن الديسك يا جون. ثمن الديسك مش جنيه يا اخويا، 2 جنيه. ثمن الديسك يا جون 175. طيب ماشي يا اخويا. خد يا جون. قول كلمة طيب. ألف مبروك يا جون. عقبال المحل التاني يا جون إن شاء الله تبقى كبرت كده شوية. ماشي يا عم سعد. لا اديني كلمة، اديني كلمة مش اديني رقم. قول. هو ده اللي بعده خلي بالك. قول ما تخش يا عم. ايه ايه كلكتات كلكتات. تعيط بقى. لا استنى استنى خليك شوية. زمر شوية. ممكن تزمر شوية؟ أيوه. كمان. يلا اطلع بقى يا واد. كمان 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 واحد. لو كان بايدينا لازم لك اكتر من كده يعني بنعمل لك فرح في الشارع كله يعني تعرف الظروف بقى. ربنا يخليك يا عم. ربنا يخليك. رايح فرح يا عم. جورج تعالى جورج. الاول الاول الاخير عينيا عاوز ايه؟ قول كلمه يا باشا. قول كلمه كده. ماشي يا عم غوري. ايه ده يا جماعه؟ قلت يا عم خليه يجيب فوق. رجع الناحية الثانية. ايه